أزول 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 أيتما دات تسمع أزول. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بالحاضرين. ما تنساوش أنا بارتاجيت شوية الفيديو على بعض المجموعات، اللي يقدر يبارتاجي على الجروب متاعه يبارتاجي، واللي يقدر يبارتاجي على البروفايل متاعه يبارتاجي. ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكم الجميع. أهلا أزول 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 أخي، أزول سيمون، أزول أكسل. طبعا تكلمنا على الموضوع اللي باش نحكيوه اليوم، هو موضوع أزمة فقدان الهوية أو أزمة الهوية يعني في شمال إفريقيا، وتنجم طبعا نطبقها على بقية الدول التي تعاني من أزمة الهوية. المهم نستناو شوية يجيو الناس، يجي الناس ونبداو كالعادة والعويد. وديما ما تقطع الناس عادة كما يقولوا، كل يوم أحد مع الساعة 9 ليلا حسب معناتها توقيت أوروبا، والثامنة على حسب توقيت شمال إفريقيا، تمزغة نعمل حلقة سوى موضوع سوى دردشة، من بعد نختمها ببعض الأسئلة إن استطعنا وإن هناك أسئلة طبعا. المهم أتمنى أن تكونوا في الموعد. أهلا وسهلا بكم أزول أزول. المهم خلينا نشوفوا البرتاج، العدد مازال شوية هكا قليل، أما البرتاج سبا رغم اللي مازال قليل. المهم شنو أحوالكم؟ كيف أحوالكم؟ أكسل نوردمان، اتصلت علي على الميسنجر مقفول. في العادة معنتها أنا ما استعملش ياسر بتليفون لمحالة. أزول هجمة، معنتها لازمك تحاول معنتها تتصل ولا تبعت ميساج قبل ما تتصل، فهمت؟ باش خاطر ساعات ما نشوفش الميساجات، راهو يبداو ياسر ميساجات يعني ما نشوف الميساج على الميسنجر، كونش كي الشخص يرسله وانا نكون موجود يعني نكون فاتح الميسنجر. المهم تنجم تتصل عن طريق الرسائل، فهمت؟ يعني ترسل رسالة في العادة يعني نجم نقول نشوف الرسائل. اوكي اوكي نوردمان، اوكي اوكي. وعندك رقم التليفون يعني على صفحة الحركة، سواء امكان تي في او معناتها الصفحة الرسمية متاع الحركة، وتنجم يعني تتصل احسن على خاطر كي نسمع الصوت مش كيما نقرأ. المهم قبل كل شيء ساعة معناتها نعلمكم اللي نهار 28 أكتوبر، 28 أكتوبر يعني في كثير من المناطق وخاصة معناتها على حسب هولندا يعني يوم السبت 28 أكتوبر بمدينة روتردام باش تكون معناتها وقفة تدعو إلى حرية معناتها للنشطاء المعتقلين في المغرب. إذا اللي موجود في ألمانيا وموجود في فرنسا أو بلجيكا أو حتى في هولندا وينجم يعني يحضر لهذه الوقفة يوم السبت 28 أكتوبر في روتردام مع الساعة 2 بعد الظهر إلى الساعة 6، يعني نذكر هذا الموعد جدا مهم الحضور متاعكم.
راهو كان ما نتحدوش مع بعضنا ونقفوا مع بعضنا وكل واحد يقف مع الآخر حتى حد ما يقف معنا. فهمت؟ لا أتكلم بالأمازيغية. عندي سؤال، لماذا لا أتكلم بالأمازيغية؟ طرحناه هذا السؤال 20,000 مرة وجاوبنا عليه. احنا كحركة تغيير شمال افريقيا متجهة لمن يتكلمون بالدارجة وباللغة العربية. هناك حركات تتكلم باللغة الامازيغية، احنا حبينا نخرج بالقضية الامازيغية من اطارها الجهوي او الاقليمي الى جميع سكان شمال افريقيا. احنا نعرف ان اغلب سكان شمال افريقيا يعني يفهموا الكلام اللي نحكي فيه هنا، اذا لازمهم يعرفوا القضية الامازيغية. احنا ما نحبوش كحركة تغيير شمال افريقيا نكونوا معناتها كما الاخرين، حبينا نضيفوا حاجة للاخرين باش تكون التعريف بالقضية الامازيغية. القضية الامازيغية لا تخص من يتكلم باللغة الامازيغية او من هو يعتبر معناتها من اصول امازيغية. هي معناتها الامازيغية هي مشروع حضاري لكل شمال افريقيا، وهذا هو الموضوع اللي باش نطرحوه اليوم. باهي الصوت عندك باش نسمعوك مزيان. الصوت مش باهية. طبعا طبعا الولايات الامازيغية المتحدة الاحرار. طبعا اي واحد، اي صفحة امازيغية مهما كانت او حتى معنتها انسانية معنتها تريد ان، او حتى معنتها ما هيش انسانية اصلا. فهمت؟ يعني نجموا يعني تبعثوا لي دعوة وانا نكون تحت الطلب، تحت الطلب معنتها باش نعرف حركة تغيير شمال افريقيا. نسمعوك مزيان. اي هاني 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 قربت البوق اكثر. طبعا انا معنتها نحاول باش اظن ساكون في الموعد. اوكي اوكي سيمو سيمو ممتاز ممتاز. اللي عنده سياره اللي يقدر يجي يجي، راهو بزيد واحد مهم باش معناتها يعطيونا قيمه اكثر. فهمت؟ هي هذاك هو الهدف نتاع حركه تغيير شمال افريقيا، معناتها توحد الجهود نتاع كل الامازيغ. يعني لو تقوم مثلا وقفه امازيغيه معناتها تدعم مثلا القبائل، لازم الريافة والشاوية والجماعة الكل يجيوا. فهمت؟ احنا شعب واحد، أمة واحدة. الريافة نفس الشيء. بعض الأخوة يتصل بي يقول لي في صفحة الحركة دائما تتكلموا على الريافة. قلت له انت من فين خويا؟ قال لي انا شاوي. قلت له شعملتوا انتوما؟ عندكم حراك؟ عندكم حاجة تعملوا فيها؟ تياكم راقدين، هاكم راقدين، اش تحبنا نعملو لكم؟ احنا حركة شمال افريقيا مع الواقف، مع اللي يتحرك من اجل القضية، مش مع الراقدين. قال لي لا، واحنا نتحركوا غير حتى حد ما يعلم علينا. كل شيء يقتلوا باهي، حتى حد ما يعلم عليكم. عندك صفحة الحركة، عندك اخبار ابعثهولنا ارسلهولنا، احنا باش ينزل علينا الوحي من السماء باش نعرف شنو يوقع في منطقة الشاوية. ما نجموش نعرفوا. احنا الريافة يخدموا على ارواحهم، يرسلونا الاخبار، يرسلونا كل حاجة توقع، اي معتقل، اي مشكلة يرسلوها لنا. يا اخي معناتها نحيوا عليكم الفكرة لازم واحد يجي يدق عليكم الباب، خويا عندك مشكلة نحلها لك. لا يا بابا، تكلم تكلم، حل فمك، عبر، عندك بورتابل، عندك 20,000 حاجة. فهمت؟ صور، اعمل تصاور، اعمل فيديوهات، تتكلم انت وارسل لنا وشوف معناتها نحط هالك على الصفحه ونعملوا لك ليها بروموسيون اعلاميه ونوزعوها ولا لا. وقتها تكلم قل لي علاش تكلموا على الريافه. الريافه يخدموا، الريافه يخدموا. اذا احنا مع اللي يخدم مش مع اللي راقد. فهمت؟ ويستنى باش يجي حل من السماء. تعرفوا حركه تغيير شمال افريقيا الشعار نتاعها. فهمت؟ الحلول من الأرض ليس من السماء. هذه معنتها القاعدة الأساسية. بي أنا ما نجمش نقرأ كل ما تكتبوا، ماذا بي معنتها مش مشكل يعني تكتبوا، أما الإجابة على الأسئلة تكون
في آخر الحلقة. به نبدأ. أزول في اللاون أيت مادة اسماء. اليوم باش نتكلموا على أزمة الهوية أو أزمة فقدان الهوية. في الحقيقة أنا معنتها أول ما حصل لي الوعي بالهوية الأمازيغية اللي تميزني كشخص معنتها أنتمي إلى رقعة أرضية معينة وعندها خصوصيات خاصة بها، كنت أتصور أني باش نحكي مع أي إنسان باش يفهمني، ولكن معنتها صابتني الصدمة عندما نجي نحكي مع إنسان يقول شنية الأمازيغية هذه، وشنو الشلوح اللي باش تحكي لنا عليهم هذا، وشكون هذوما المتخلفين اللي ما عملوا حتى شيء عبر التاريخ. يا خويا فك علي، انا عربي، انا تركي، انا روماني، انا من عرش نوى، واللي تلقاه متطور 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 يقول لك انا جزيري، انا مغربي، انا ليبي، انا تونسي. هذاك معناته حد الاقصى. احنا الموضوع هذا طرحناه في الحركة. احنا كحركة لازمكم تعرفوا اول ما بدينا نناقشوا، يعني الاشخاص الاولين اللي اسسوا الحركة هما اشخاص في الدرجة الاولى انسانيين. صحيح معانا معناتها من يتكلم بالامازيغية، معانا اللي ما يتكلمش بالامازيغية، اما اكثرهم حقوقيين وانسانيين واصحاب مبادئ انسانية. بقينا نناقشوا هل حركة تغيير شمال إفريقيا تكون حركة تنويرية أم تكون حركة يعني نجم نقولوا احنا قومية، رغم اللي احنا معناتها ضد فكرة القومية. إذن بقينا حائرين من بين مبدأ الإنساني والمبدأ الهوية على أساس الأمازيغية. فما بعض قال معناتها احنا علاش نتكلموا على الأمازيغية، خلينا نتكلموا على شمال افريقيا. وهذه هي المشكلة اللي وقعت معناتها من بين اعضاء الحركة والنقاشات اللي وقعت حول مسألة هل تسمية الحركة يعني حركة تغيير تمزغة ام حركة تغيير شمال افريقيا. في الحقيقة اغلب الاعضاء اللي في الحركة يعني ما عندهمش فكر قومي، فهمت؟ نجم نقول كل الأعضاء المؤسسين حتى واحد ما عنده فكر قومي. يعني الإنسانية هي الدرجة الأولى لا نقاش فيها. وقت معناتها نتكلموا كإنسان. احنا نعرفوا اللي فرق بين الشعوب هو فرق 0.01%، وهذا معناتها نعملوا فيه حلقة على مسألة الأديان اللي البعض معناتها يعتمد عليها، اللي معناتها تثبيت الأصول الأمازيغية والعرقية لشعوب شمال إفريقيا. لكن رغم هذاك الشيء احنا نحب معناتها الحركة بتاعنا تكون معناتها في اتجاه حقوق الإنسان وفي اتجاه ضد العنف مهما كان وإن كان لفظي. هنا معناتها نذكر حاجة، احد اعضاء الحركة ديما طرابلسي اكيد سمعتوا بها، يعني اتعرضت الى عنف جسدي ومعنوي من طرف بعض الشباب المتهور كما نقولوا احنا المتغلب عليه الفكر الاسلام العروبي، ومعنتها تم معنتها الاعتداء عليها. ووقع لي بعض النقاشات مع بعض الاصدقاء يعني او بعض معناتها الأشخاص اللي حضروا على هذا الاعتداء اللي تعرضت ليه. قال لي سبت ربي. اي قلت له سبت ربي تهز يدك تضربها؟ احنا الدولة مسيبة يا سيدي، سبت لك ربك، هناك قانون، هناك جمعيات تبع ربك تمشي تحكي معاها وتقف معاك وتقدم بها قضية، وقتها احنا ندافع عليها، فهمت؟ لأنها عضو في الحركة، وإحنا مستحيل عضو في الحركة يتمس وما نقفوش معاه قانونيا ودوليا. هذه
من الضمانات الأولية لكل عضو منتمي لحركة تغيير شمال إفريقيا. يعني ما فما حتى سبب أنك تهز يدك أو أنك تسبها أو أنك تعمل لها أي شيء. هذا معناته مسألة لا نقاش فيها. أعضاء الحركة أينما كانوا، فهمت؟ لو يتعرضوا لأي شيء طبعاً ميكونوش هما ظالمين، ميكونوش هما معناته يستعملوا في العنف، لأن حركة تغيير شمال إفريقيا ضد كل أنواع العنف مهما كان. إحنا من أجل تعايش الجميع. لو شخص يتعرض لأي معناته مهانة أو مذلة أو عنف، ونبحث في الموضوع ونتأكد أنه بالفعل تعرض إلى عنف، حركة تغيير شمال إفريقيا تقف معاه بكل الوسائل المتاحة في المنطقة أو في البلد اللي تعرض له الشخص، وإن لم يأخذ حقه في المنطقة اللي هو فيها يعني يتم رفع ذلك إلى المحاكم الأجنبية. المهم نرجع للموضوع متاعنا، هو مسألة أزمة الهوية. عاد قلت لك احنا وقت جينا نشوفه قلنا ما نحبوش نكونوا كحركة يعني تكرر ما هو موجود على الساحة، نحبوا نكونوا دعم لكل الاتجاهات الموجودة. ومسألة الهوية طرحت أكبر مشكلة في النقاشات الأولية، ماذا يعني الأمازيغية؟ احنا لقينا مشكلة كبيرة، ان من ناحية ان محتاجين الهوية، ومن ناحية منحبوش نتكلموا على القومية. يعني بفكر خطر اللي يتكلم على القومية يضع قوميته فوق الإنسانية. يعني يجي يقولك انا عربي، انا أمازيغي، انا ألماني، ولا يهتم، يعني يضع نفسه خير من الشعوب الأخرى، وهذا غير موجود أصلاً. ليس هناك شعب أفضل من شعب مهما كان، كل الشعوب عندها ميزاتها، والهدف من الدفاع على هوية الشعوب هو الدفاع على حرية الاختيار وعلى التنوع البشري. هذا هو الهدف من الدفاع عن الهوية، ليس لكي تضع نفسك فوق الشعوب أو أحسن من الشعوب أو خير من الشعوب، لا، وإنما لكي تضيف إلى المجموعة البشرية معناتها حاجة تخصك أنت. عذرك المهم. إذن خلينا معناتها ندخلوا في الموضوع باش ما نطولوش ياسر، على خاطر طبعا عندنا وقت محدود. لو نظرنا الى اغلب الدول الاسلامية بين قوسين لوجدناها انها تعيش ازمة هوية حادة، لا نجدها في بقية الدول من العالم، فهمت؟ يعني ما نلقاوش في دول العالم فما ازمة هوية الا بعض المناطق اللي تم ابادة شعوبهم، كما مثلا نيوزيلندا، كما استراليا، كما امريكا، وبعضها من الدول اللي تم إبادة شعوبها وتم تعمير تلك الأراضي بشعوب أخرى قادمة من بريطانيا، من إسبانيا، من فرنسا، من عدة مناطق أخرى. هذه المناطق التي معناتها قضي فيها نوعا ما على الثقافة أو على العنصر البشري فيها، لم تستطيع أن لا تكون لها هوية، وأخذت لها هوية. طيب أستراليا أو مثلا نيوزيلندا أو أمريكا أو حتى دول جنوب أمريكا، مجيش يقول لك أنا إسبانيوري، أنا إنجليزي، أنا فرنسي. حتى الكيبيك اللي هي في كندا يقول لك أنا كيبيكوا. الأسترالي يقول يعني خلقوا هوية حتى ولو ما عندوش هوية، ما عندوش هوية تاريخية، لأنه أباد من يطالب بتلك الهوية فوق تلك الأراضي. إذن احنا المشكلة متاعنا كبير، رغم تاريخنا الطويل
من أول ظهور الإنسان العاقل بل قبل، فهمت؟ ومن العصور الحجرية العليا والوسطى والدنيا وقبل التاريخ، فهمت؟ لنا وجود فعلي على أرضنا، ورغم ذلك نعاني من أزمة هوية، وهذا لا يخص شمال إفريقيا، يخص مصر، يخص السودان، يخص العراق، يخص الشام، يخص عدة مناطق مما يسمى أسطورة الوطن العربي الواحد. هذه الشعوب خاصة شمال إفريقيا، يعني المصريين مثلا فقدوا اللغة متاعهم، العراقيين فقدوا اللغة متاعهم، السوريين فقدوا اللغة متاعهم، لكن الميزة الوحيدة اللي امتازت بها شمال إفريقيا رغم أن عدد المتكلمين بالأمازيغية قليل، ولكن لازمنا نعترف أن لم تصمد لغة كما صمدت اللغة الأمازيغية، لم تصمد اللغة الأمازيغية، صمدت وما زالت لغة متكلمة، لغة أم، يعني الأم تقول لابنها أويد أمان، أويد أمان، أعطيني الماء، أويد أغروم، أعطيني الخبز، وهي كلمات معناتها الأساسية. احنا باش نعرفوا اللي اللغة معناتها متقاربة، مثلا بعضهم يقول لي كل منطقة تحكي بلغة، الشاوية يحكيوا بلغة، القبائل يحكيوا بلغة، الرياف، قول لهم لا، هذيك تعتبر، فهمت، فروع للغة الواحدة، لأن ما نتصورش واحد من سيوة إلى جزر الكناري يقول للماء غير أمان، أو يقول للخبز غير أغروم. هذه المفردات الأساسية والأولية التي قامت عليها اللغة الأمازيغية، وهذا دليل على أن الأمازيغية هي معناتها اللغة يعني متكاملة وقوية، وعندها الحروف نتاعها الخاصة، ومتجذرة في التاريخ، ومؤثرة على اللغة الدارجة سواء الجزائرية أو المغربية أو التونسية أو الليبية. السؤال الذي يطرح، ما أهمية الهوية؟ بعض الأشخاص يقول لي أي باهي توا معناتها انتهى وكل شيء وفاء، وشني حشنا بها الهوية، فهمت؟ هوية شعب أو مجموعة بشرية، فهمت؟ شنو حشنا بها؟ أنا نقول له، هل يمكن لك أنت كشخص، كفرد، كإنسان، خلينا من شعب، لا يكون لك اسم، لا يكون لك لقب، لا يكون لك كما نقولوا سيفي، شكونك انت؟ من اين اتيت؟ شنو امكانياتك؟ يا سيدي ناخذ اي واحد فيكم، نحيلوا اسمه، اسم واللقب متاعه، ونحيلوا كل شيء نعرف عليه حتى شيء، يعني انسان فاقد الذاكره، ونحطوه، شنو قيمته؟ هذا الشخص سوف يحس نفسه أنه ليس له قيمة، هو بحد ذاته كشخص، فهمت؟ يمكن يأخذ اسم آخر، يمكن يأخذ أشياء أخرى، ولكن يبقى عديم التعريف. هذا من ناحية، هذا من ناحية ذاته الداخلية. أما من ناحية من ينظر إليه من الخارج، ماذا يقول عنه؟ ماذا سوف يقول عنه؟ ما يعرفش حد شيء عليه. إذن يعني، وإلا مثلا ذاك الشخص ينسب روحه لجهة معينة، هنا يغلط، يولي يقول مثلا أنا عربي. إذن الشعوب الأخرى اللي دارسة واللي عارفة شنو معناها عربي، جي مثلا ليانا اللي أنا معناتها مجهول كل شيء، ونقول اللي أنا عربي مثلا، تحاكمني وتعاملني على أساس أنه عربي، وهذا ما يوقع في أوروبا. يجي مثلا الأوروبي يعني يقول أنت عربي، ويتعامل معايا على أساس أني عربي. إذن هوني التعامل متاعه معايا
ميكونش يتعامل معايا تعامل صحيح. اتصور انت كإنسان يجي مثلا شخص مشى للكونغو، تعرف على اهل الكونغو وفهم اهل الكونغو، ويجي يحكي معاك على اساس انت من الكونغو، كيفاش باش يتصرف معاك؟ باش يتصرف معاك على انت من الكونغو. اذا هنا يقع خطأ في التعامل، هذا من جهة. ومن جهة اخرى، كي انت تقول من كونغو، كيفاش باش تتعامل مع نفسك؟ يعني هذه مشكلة كبيرة. يعني اذا الهوية هي بطاقة تعريف الشعوب. يا سيدي قلت لكم ونعاود نقول لكم، كي احنا ولاد حرام، نفترضوا احنا ولاد حرام، مفهوم ديني بين قوسين، ما عندناش هوية، كنا حيوانات ننبح، على الأقل نختاروا هوية تشرفنا، على الأقل نختاروا هوية تشرفنا. هذه معناتها نقطة مهمة. إذن هي بطاقة تعريف تحدد الأوصاف التي تميز الشخص، فهمت؟ وتميز الشعوب. لا يمكن لإنسان أو شعب أن يكون بدون هوية وبدون بطاقة تعريف وبدون CV، لأنه سوف يتحول إلى نكرة، فهمت؟ وصعب التعامل معه. إذن لا يمكن، الهوية شيء أساسي، حتى كان ما عندناش هوية، نفترض ما عندناش هوية، يجب أن تكون لنا هوية شمال إفريقية، هذا في أقصى الحدود. هذاك علاش اللي يقول أنا تونسي، أنا جزيري، أنا مغربي، هو أفضل 1000 مرة من اللي يقول أنا عربي، على الأقل قرب من الهوية الأساسية التي هي تنبع من الأرض. إذن معناتها هذه مسألة جدا مهمة، معناتها نقطة معناتها أساسية، أن الإنسان يعرف من يكون، وكان ما يعرفش من يكون من الجمش يتقدم. لكن هنا يقول لك مثلا معناتها شنية الهوية، الهوية شنية؟ كما قلت لكم بعض يحصرها في العرق، وهذا خطأ، لأن نعرف شمال إفريقيا عندنا ذو البشرة السوداء، عندنا ذو البشرة البيضاء، عندنا المختلط من بين السوداء والبيضاء، عندنا حتى العينيهم مجبدة، عندنا كل الأنواع. هل هذا التغيير في الشكل، فهمت، يؤثر على الهوية؟ احنا مناش كأمازيغ، مناش عرق صافي كما معناتها يدعون البعض، فهمت؟ هذا ليس صحيح. الأمازيغية عمرها ما كانت عرق صافي، فهمت؟ هذه مسألة مهمة. هل الهوية هي لغة؟ احنا نتكلم من سيوة إلى جزر الكناري، هناك خلافات في اللغة، صحيح هناك كلمات تجمعنا، ولكن هناك تقارب لغوي. إذن على أي أساس تتكون الهوية؟ احنا ناخذ الشعوب مثلا اللي ما عندهاش هوية، على أي أساس قامت الهوية متاعها؟ أول نقطة مهمة تقوم عليها الهوية هي طبيعة الأرض، التضاريس اللي موجودين في الأرض، الأطلس الكبير، البحر الأبيض المتوسط، الصحراء الكبرى، هذا هو الطبيعة، هذه هي اللي تحدد طبيعة الإنسان. الإنسان وقت يعيش على الجبل ليس نفس الإنسان الذي يعيش على الصحراء. احنا معناتها بشي يوريك كشمال إفريقيين وكأمازيغ، يعني شعوب لا نؤمن بالشيء الواحد، نؤمن بالتنوع. احنا مناش مثلا كيما ألمانيا عندها مناخ واحد، لا، احنا نمثل العالم متاعنا. عذرا، احنا نمثل العالم متاعنا. شفتوا العالم متاعنا؟ احنا عندنا الساحلي، وعندنا الجبلي، وعندنا الصحراوي، وهذا الاختلاف وهذا التنوع،
هذا اللي يمثل طبيعتنا. إذن الانطلاق من الأرض كعنصر أساسي لتحديد الهوية، لأن الإنسان يولد ويكبر على الأرض، هي القاعدة وهي الأساس. إذن هذا التنوع متاعنا، أنا وتنشوف واحد أبيض أو أسمر أو ذو بشرة سوداء أو عينيه مجبدة أو طويل أو قصير أو امرأة أو راجل، نشم فيه ريحة الشمال إفريقي، نشم فيه ريحة الأمازيغي، لا أنظر إلى شكله ولا إلى فصله ولا إلى أي لغة يتكلم. يمكن يحكي معايا بالإنجليزي، يمكن بالألماني، يمكن معناتها بالأمازيغية، يمكن يحكي معايا بالدارجة متاعنا، لكن حس إحساس، هذه هي الهوية. الهوية وقت نحط شقالة كسكسي، فهمت؟ يعني ناكلوها بنفس الشراهة، نعرفوها شنو هذا هو الطاجين، معناتها الماكلة متاعنا، اللباس متاعنا، كل شيء هذا يمثل الهوية. هذه الروح، الهوية هي الروح اللي تجمعنا، هي الصيلة اللي تجمعنا. إذن هذه اللي تسمى الفكر، الثقافة معناتها، والتاريخ المشترك. التاريخ المشترك هو اللي يجمعنا كشعب، يجعل عندنا ميزة معينة تقوم عليها الهوية بتاعنا. إذن علاش احنا محتاجين لهذا؟ لأن هذه الهوية هي الذي سوف تنير لنا طريق المستقبل. هي عبارة على مصباح، أنا أمازيغي، أتكلم اللي تحب اللي أنت يا سيدي، قول اللي أنت عربي، أما قول اللي أنت على أرض وتتبع الهوية الأمازيغية، قول أصولك عربي، أصولك روماني، أصولك فين تحب أنت، حتى ما قولش تاني فين تحب أنت قول، ولكن لا تنكر هوية الأرض وهوية الروح متاع الأرض. إذن هذا النور أو هذا المصباح هو اللي عرفنا شكون أحنا. أحنا شكون؟ تعرف الإنسان معناتها، صدقني فما سؤال طرح على الفيسبوك يعني أخيرا، قالك علاش الشمال الإفريقيين ما يتحركوش، علاش الشمال الإفريقيين ما يعملوا حد شيء. أنا جاوبت معناتها علاش، وهذا طرحناه في الحركة في أول تأسيس الحركة، لأن لا نعرف من نكون ولا نعرف ماذا يمكن أن نفعل، ما نعرفوش، نجهلوا، فهمت؟ هذيك المشكلة متاعنا. إذن معناتها معرفة النفس ومعرفة الذات والاعتزاز بالهوية متاعك تخليك تعرف روحك، وتخلي الآخرين يعرفوك، وتخليك تنجم تنظر للمستقبل. إذن أهم نقطة هي هذه، هذاك علاش احنا بالنسبة لنا الأمازيغية تخرج عن إطار ما يسمى بالفكر القومي والفكر العرقي وغيرها. فما صفات في الأمازيغية؟ من أهم صفات الأمازيغية اللي لازمها تكون في كل أمازيغي، وكان ما تكونش في أمازيغي مستحيل يكون أمازيغي. عندنا شعارات نرفعها، كان ما تهزش وما تفتخرش بالعلم هذا اللي هو رمز الأرض ورمز الإنسان، مستحيل تكون أمازيغي. الأمازيغية مش كلمة، مش أنا أمازيغي، لا، هي تصديق وإيمان وقول وفعل، هذه هي الأمازيغية. لا يمكن أن تكون أمازيغي وأنت عنيف، يجب أن تكون مسالم. من صفات الحضارية للأمازيغ إن إنسان مسالم، وهذاك اللي نحنا رب والدينا، ولكن نبقى مسالمين، نبقى مسالمين إلى آخر لحظة،
ومناش باش ندعو للعنف ومناش باش نعمل العنف. هذا الشخص اللي يجي يقول لك نطردوا فلان ولازمنا نرفعوا السلاح، هذا ليس له اي صله بالامازيغيه، هذا له فكر استعماري عروبي روماني اري اللي تحب عليه انت. مستحيل يكون امازيغي. انا سلاح وانا بطيخ. رفع السلاح، قالك رفع السلاح. فين رفع السلاح؟ البشريه ماشيه نحو السلم وانت تجي تقول لي رفع السلاح؟ يعني هذا كلام مش معقول. ولا جي يقول لك مثلا كان العرق الامازيغي وكان كذا وكان كذا، واللي ما يتكلمش الامازيغي ماهوش امازيغي. فهمت؟ يعني هذا كلام فارغ وكلام ما عنده حتى اساس معناتها من المعنى. اذا عقليه ومشروع حضاري انساني، هذا هي الامازيغيه. هناك صفات اساسيه تميزك انت كامازيغي بالشخص. كي يقول امازيغي يعرف شو يقول. وطبعا هناك النيف، انسان يقبل الذل والاهانه ماهوش امازيغي. فين النيف متاعكم؟ انسان يستنى كما يقولوا في رحمه ربي ماهوش امازيغي. انسان يستنى في مساعدات من الخارج ماهوش امازيغي. انسان يسعى ويطلب ماهوش امازيغي. انسان ما عندوش كرامه ماهوش امازيغي. انسان ياكل الصداقه ويسكت ماهوش امازيغي. انسان يتعرض للظلم ويسكت ماهوش امازيغي. انسان ما يخدمش من اجل القضيه متاعو ماهوش امازيغي. اتكلم الامازيغيه ولا دين متاعك 1000% امازيغي، وما يكونش فيك هذه الشروط وتطلع للسماء وتهبط وتبقى ماكش امازيغي. عندك فكر جهوي ماكش امازيغي. جيت تحكي لي فهمت احنا فما بعض الاشخاص اتصل بيا قال لي انا مستعد انا انضم للحركه التغيير شمال افريقيا لكن بشرط. قلت له اول حاجه احنا ما نقبلش الشروط، فما حتى شرط مش مزيه باش تنضم، ماكش باش تحل لنا باب في السماء. ولكن الفضول متاعي قلت له شنو الشرط متاعك؟ قال لي ان تكون عاصمه شمال افريقيا نوميديا. ما نحبش نقول الكلام الخايب، اما قلت له سير قود. فهمت؟ سير قود. فهمت؟ انا ما نحبش نقول الكلام الخايب، اما قلتها له وصدقني قلتها له بملء فمي. فهمت؟ الراجل كيما نقولوا احنا مازال يحضر في الحصيره قبل الجامع. هو حاشاكم وحاشا السامعين مازلنا في الخرال عنكوشنا، وهو يتكلم لي على عاصمه. فماش عاصمه في شمال افريقيا، كل واحد يحكم وحده. ما قلت لكم كونفدراليه ثم فيدراليه، الريافه يحبوا دولتهم ياخذوا دولتهم في اطار شمال افريقيا، القبائل يحبوا دولتهم ياخذوا دولتهم، كل واحد ياخذ الدوله متاعه ونعملوا فيدراليه، وكل واحد حكم ذاتي متاعه وكل واحد يحكم روحه. حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه. واي شعب واي منطقه تحب تحكم روحها تحكم روحها بقوانينها بقواعدها بلغتها بامورها، وتجمعنا تمزغه الكبرى وشمال افريقيا. اذا هذه هي اهميه الهويه. الهويه بطاقه تعريف تعيد لنا الثقة في أنفسنا وتجعل الشعوب تحترمنا. نظن الفكرة واضحة، ما نتصورش يعني باش نزيد نوضح أكثر من هكا. وأتنقل للسؤالات متاعكم. طبعا حل البورتابل باش نجم نقرأ السؤالات. الدين ليس هوية والعروبة، خلنا نقرأ تراه لحظة. قال لك الدين ليس هوية والعروبة، العروبيين يصرون على تكريس العروبة. لا عروبة، أولا العروبة انساها. والدين فهمت ليس هوية، هذا متفق معاك. والدين العروبي ليس ديننا.
الإسلام العروبي ما حشتنش بيه، فهمت؟ هذه واضربوهن وكذا، وهذيك الأمور متاحهم وقوانينهم، احنا نحترموا المرأة، احنا عندنا الظهير الأمازيغي، فهمتوا؟ هذا الإعدام وهذا الرجم وهذا البطيخ يا سيدي، قلنا لكم وعاود قلنا لكم بكل صراحة وبكل معناتها وضوح، الأمازيغي الذي يريد أن يطبق الإسلام العروبي نعملوا له جزيرة، فهمت؟ نعملوا له جزيرة ويطالب تطبيق الشريعة ونطبق عليه الشريعة كما يشتهي ويريد ومن طيبة خاطر. صدقني واحد يسرق ويشد المحكمة يقول له أنا ما نحبش القانون الإنساني، نحب قانون معنتها الإسلامي العروبي، يا سيدي ما فهم حتى مشكلة، نجيبوا لك إمام ويحكم عليك ونهزوك ونقصوا لك يدك، ومش نكونوا رحماء معك، مش نقصوا لك بطريقة طبية، معنتها حفاظ على صحتك وحفاظ على سلامتك، فهمت؟ والنجم حتى كان تحب نعملوا لك المخدر لكي لا تحس اللي انت تقصت يدك. المرأة اللي مثلا مارست علاقة غير شرعية حسب دينها وتعتبر نفسها زانية، فما حتى مشكلة بطيب خاطر، فهمت؟ تمشي وتاخذ الحكم متاعها وتهز معاها الجماعة متاعها، وزاد بطيب خاطر نخدروها باش ما يوجعهاش الضرب متاع الحجر اللي باش تضرب بيه بعد اللي يردموها حتى العنكوشها، فهمت؟ ويعملوا لها الرجم، فهمت؟ على حسب الشريعة الإسلامية العروبية، فما حتى مشكل. المرأة اللي تحب رجلها يمرمدها بتريحة ويعطيها الكفوف، فهمت؟ ويبهذل بها حالها ويلبسها، فهمت؟ ما نعرفش شنو، ما فما حتى مشكل، تتزوج على حسب الكتاب والسنة، ولها الحق أن، فهمت، تأخذ ما كتب الله لها من الإهانة، الله العرب طبعا، من الإهانة والذل والخضوع والاستسلام، لعلها، فهمت، تدخل معه الجنة لكي تبقى الأزل كامل لهيتلو بالحور متاعو، فما حتى مشكلة، احنا معاها ونعطف معاها بكل قلب وبكل روح رياضية. المهم نظن فهمتوا مسألة الهوية، فهمت؟ خلينا نجاوبوا على الأسئلة. أيوز أيها الرائع، أيوز أنت أيضا، السلام عليكم أزول أخي الفاضل. هل من لا يتكلم الأمازيغي لا يعتبر أمازيغي؟ أنا من سكان طنجة حاليا المغرب. أهلا وسهلا بيك. لا لا لا، احنا تكلمنا في هذا الموضوع، الأمازيغي كل من هو ساكن شمال إفريقيا، وحتى كان يتكلم الجابوني، يتكلم الجابوني ويعرف كان الجابونية، فهمت، وعايش في شمال إفريقيا فهو أمازيغي. الأمازيغية هوية تنتسب إلى الأرض، لا تنتسب إلى العرق ولا تنتسب إلى اللغة. لماذا الحركة الأمازيغية ضعيفة بتونس وما أفاقها هناك؟ الحركة الأمازيغية ضعيفة في تونس لسببين، بسبب بورقيبة، فهمت، الذي قضى على الحركة الأمازيغية ودمر 5 مدن أمازيغية وهجرها من سكانها ومنع، فهمت، المدارس والماء والكهرباء في المدن الأمازيغية وهجر أكثرها إلى فرنسا مثل ما فعلوا لمنطقة الريف لكي يرتاحوا منهم، وأعطى، فهمت، وهجر الأمازيغ متاع الشمال الغربي نحو الجزائر، هذه حاجة، وخلق ما يسمى بالقومية التونسية، هذا سبب. السبب الثاني، الحركات الأمازيغية اللي موجودة في تونس هي 4 ولا 5 مع الأسف، هناك بعض منها معنتها لا تقوم بعملها، والبعض الآخر تكتفي بالجانب الفولكلوري فقط، مثل في مصر الحركة الأمازيغية يعني تقتصر على الجانب الفولكلوري، ولكن هذا الوضع سوف يتغير، وسوف يتغير. تونس ماشية نحو الأمازيغية وبطريقة قوية جدا، بل تعتبر تونس هي مفتاح تيناست، مفتاح شمال إفريقيا، والآن ليس هناك معنتها عدد كبير
من التوانسة ومعنتهم عمرهم يتكلموش أمازيغية أصلاً، فهمت؟ ما يعرفوا حتى كلمة أمازيغية، ولكن يفتخرون بأصولهم الأمازيغية حتى من الطبقة ما يسمى الإعلامية والثقافية، وفي التلفاز وفي الراديو يأكدوا على أمازيغيتهم. محمد أمجران: المعربين يختصرون الهوية في الدين واللغة العربية، يجب تكسير هذا التصور المغلوط لمفهوم الهوية. حتى الدين في شمال إفريقيا عنده خصوصية واللغة عندها خصوصية. بالفعل هذه من القواعد الأساسية أخي محمد أمجران، من القواعد الأساسية عند الأمازيغ. لو ترجع لتاريخ الأمازيغ، عندنا السلطة الدينية والسلطة السياسية والسلطة الشعبية الاجتماعية، ما يسمى معناتها التفريق، فهمت؟ التفريق بين السلطات. ومعروف يعني عند الأمازيغ أنهم ميخلطوش الدين مع السياسة مع المطالب الاجتماعية، فهمت؟ يعني هذا معناتها معروف في التاريخ الأمازيغي. ولكن مع قدوم ما يسمى بالغزو العربي دخلونا بعضنا، ودخلونا فهمت الشريعة مع الدين مع الروحانيات. الأمازيغي كان الروحانيات بوحدها، فهمت؟ بوحدها، والسياسة والمشاكل الاجتماعية بوحدها. هذه يعني مسألة مهمة. الفرق بين المرأة المسلمة المحجبة والمرأة السافرة المتحررة: إن المرأة السافرة تصطاد الرجال الذي تريد معاشرتها جنسيا، والمرأة المحجبة تفقد ما يصيد الرجال. شو مدخل هذا يا عبد اللاوي؟ يا عبد اللاوي شو مدخل هذا؟ شو مدخل هذا يا ودي؟ نساء حتى متحجبات تصيد، مش الرجال تصيد. خليني ساكت، فهمت؟ بالعكس، على المرأة المتحجبة تصيد أكثر، حطها في بالك. آية أحمد: عرض في مشروع النظام الفيدرالي ولكنه سجن ونفي من الجزائر وأغلق عليه المجال السياسي ومات في سويسرا. نعم بالفعل، لكن الفكرة متاعه يا أخي لا تضيع، الفكر لا يموت، الفكر لا يموت. آية أحمد مات، دعا إلى فكرة عظيمة، ومن واجبنا احنا وانت والاجيال القادمة ان تحقق الفكرة اللي طرحها. يعني لن يموت آية أحمد، لن يموت، وكل امازيغي لن يموت، ودم الامازيغ موجود على علم شمال افريقيا. اذا لا نقاش فيه. اهلا اهلا اهلا. لماذا لا يتم شمال افريقيا مع الريف بالعكس بالعكس بالعكس، هذا حركة تغيير شمال افريقيا مع الريف 100%، بل الريفيين هما اكثر وحود، يعني النجم نقولوا نشيطين، يعني يعطيونا في الاخبار ويعطيهم الصحة وباتصال بهم مباشر. الريف 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 مدرسة للنضال، فهمت؟ كما نقولوا معناتها باللغة متاعنا، معناتها كان عطاه ربي، راهو كل المغرب مع الريف، كل المغرب يرفع عرم الريف، كلنا ريافة. عندما يتعرض الريف للظلم، الكلنا ريافة من سيوة إلى جزر الكناري، الكلنا ريافة. وعندما يتمس السوسي الكلنا سواسة، وعندما يتمس القبائلي الكلنا قبائل، وعندما يتمس الشاوي الكلنا شاوية، وعندما يتمس الزواري الكلنا زوارية. كلنا أزول فلاك: أسمع بأمازيغ الجزائر والمغرب وليبيا، لماذا لا نسمع بأمازيغ تونس؟ وين راهم مناضلين؟ لا لا بقى. أخي مناضلين مناضلين أمازيغ تونس، علاش ماكش مناضلين؟ معناتها أخيرا يعني سمعت بالناشطة الأمازيغية ديما طرابلس اللي تعرضت إلى عنف، فينكم أنتم باش تدعموها وباش تتكلموا عليها وباش تنشروا أفكارها وباش تنشروا معناتها فما مهجويني مهجويني تونسية وناشطة أمازيغية، انتوما ماكمش تتبعوا. وهي حركة تغيير شمال افريقيا هذا العمل متاعها، فهمت؟ انها تعرف بكل ما يوقع في شمال افريقيا، تبع امكان حركة تغيير شمال افريقيا تو تسمع النشاط الامازيغي. ايه 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 ايه، لماذا تحكي عربي؟ تحب نحكي معك شنوي باش تفهمني؟
ها نحكي معك شنوي؟ تعيش يا أخي بداية التحرير أفريقيا من هؤلاء، يجب أن يحرر شمال أفريقيا من هؤلاء. أحمد أكسل أحمد أعتبر أن اللغة الأمازيغية من الهوية أو هي الهوية ذاتها، فلا عربون شلمها عربوا إهمال اللغة الأمازيغية وإنشاء دولة أمازيغية تتطلب تعلمها وانتشارها، وذلك لا يكون باعتبار اللغة الأمازيغية الهوية. إذن أردنا تمزيق أرضنا. اسمع، اللغة في علم النفس وعلم اللغة، اللغة هي إطار الفكر، هذا لا نقاش فيه. اللغة الأمازيغية ضرورية، ولكن في المرحلة هذه، فهمت، في المرحلة اللي احنا موجود فيها ما لازمهاش تكون مركز عليها. طبعا احنا كحركة تغيير شمال افريقيا عندنا فرع معناتها لغوي لتعليم اللغة الأمازيغية ثقافي، tutelate.com اللي معناتها شددها أحد القبائل، معناتها اللي يخدم، معناتها كيما نقولوا احنا بقلب ورب، فهمت، ويقدم في عمل معناتها ممتاز. طبعا وأي شباب ندعو الشباب لتعلم الأمازيغية، لأن اللغة هي إطار الفكر، متفق معاك. ولكن احنا الان قدام امر واقع، شعوبنا معناتها النجم نقولوا معناتها طاغي عليها العروبه، كيفاش باش نوجهوا لهم؟ لازم العنصر المتكلم بالدارجه يدخل في عمليه المطالبه بالهويه، هذه مساله لا نقاش فيها. كيف يمكن هزم الاسلاميين التعريبيين وهم مسلحين بالدين وسط امازيغ متدينين مستسلمين؟ بالفكر، بالفكر والتوعية والعمل، بالفكر والتوعية والعمل، ومع وسائل الانترنت والوسائل الآن يمكن في 10 سنوات تغير معناتها أجيال. ما هو دينك؟ لا يهم ديني أول حاجة، لا يهم. لماذا تسأل عن الدين؟ هل يجمعنا الدين؟ ها؟ هل يجمعنا الدين؟ أنا ليس لي دين، أنا ديني هي الأرض، اوكي، دين الارض، انت دينك حر فيه وكل انسان دينه، فهمت. انا امازيغي من الاصل وزن اعرف رايك في الزفزافي. الزفزافي راجل وسيد الرجال، الراي متاعنا واضح في الزفزافي، وقلناه ونعاودو نقولوه ونطالب بحريه الزفزافي ومعاه الى اخر رمق، واحنا مع كل امازيغي مهما كان، فهمت، هذا لا نقاش فيه. محمد، الإسلام est notre grand problème mon ami، تحية من أكادير. الإسلام العروبي، نعم الإسلام العروبي هو أكبر مشكلة، تحياتي 5 مليون. بالفعل بالفعل أريف، احنا 5 ملايين في أوروبا، أكثر من 5 ملايين شمال أفريقيا، فهمت، 5 ملايين مش من الريف برك، ما الأمازيغ في أوروبا أكثر من 5 ملايين، ولكن وقت تعمل مظاهرة ولا تعمل حاجة يجيوك 4 من الناس، باهي الريف يجيو معناتها ما غير نقاش. بوركوا اون افريك اون بارل با دي بروبليم دو الريف؟ يا ولدي قاعدين نحكيو ديما امازيغ، قاعدين نحكيو ونحكيو ونحكيو، انت ماكش تتبع، كل يوم نحكيو. الامازيغ المغرب اكثر حقوق من الجزائر وتونس، طبعا لان المغرب يعني كانت محمية، احنا كلينا على روسنا بابا، احنا اللي كلينا على روسنا باش نحميوكم انتوما، باش انتوما توا ترجعونا الجميل وترجعونا، فهمت، اللي يعطينا هولكم عبر 1400 سنة، واحنا ناكلوا في بنو هلال وعقبة بن نافع وفلان وفلان وموسى بن نصير، وناكلوا على راسنا ويقصولنا في لساناتنا كي نتكلموا الامازيغية. اذا باش نحميوكم انتوما، باش انتوما من بعد ترجعونا معناتها الاصل متاعنا. ما رأيك في حملة تغيير بنية ساكن شمال أفريقيا بسبب الهجرة الأفريقية جنوب الصحراء المغرب نموذج؟ ما رأيك في حملة تغيير بنية سكان شمال أفريقيا بسبب الهجرة الأفريقية جنوب صحراء المغرب نموذج؟ يغيروا ولا ميغيروش، احنا باقين باقين، فهمت، احنا باش نبقاو باش نبقاو، احنا صمدنا
قدام الرومان وقدام الفندال وقدام البيزنطيين وقدام العرب وقدام كل الشعوب اللي حابت تستعمرنا، ومازلنا نتكلم الأمازيغية ومازالت فينا الروح الأمازيغية. بايانا ما نزيدش نطول على خاطر قريب الشيوف الوقت. في قرطاج هي دون الأمازيغ يعتبرون، ما رأيك في قرطاج؟ هناك من يعني يعتبرونهم أمازيغ لأنهم يعتبرون الأمازيغ خلطوا قرطاج. بالنسبة لقرطاج تكلمنا فيه هذا الموضوع. أول حاجة لازمكم تعرفوا البنية، خلينا بالبنية الجغرافية لتونس. تونس متكونة من ثلاثة نجم نقولوا أعراق أو لغات معناتها أمازيغية. عندك المنطقة الشمال الغربي إلى قفصة، هذوك ما يتبعوا الشاوية، وعندنا الجنوب يتبعوا زوارة، وعندك الساحل اللي هو من صفاقس إلى بنزرت، هذاك يتبع إلى حضارة أمازيغية اسمها حضارة البحار. وهذه الحضارة يعني اختلطت مع بعض الفينيقيين وكونت الحضارة البونيقية، وهي مقدمة للحضارة القرطاجينية. يعني القرطاجينيين ما نجموش يكونوا الحضارة متاعهم بدون وجود تحذير قبل من طرف ما يسمى الأمازيغ البونيقيين. والقرطاجينيين هم صحيح معناتها حسب التاريخ، رغم اللي فما معناتها بعض الأساطير وكل شيء، فما حتى الذي يكذب ذلك، ولكن ما هو أكيد أن قرطاج هي تلاقح حضاري وقامت على أرض شمال إفريقيا وعلى أنقاض الأمازيغ البونيقيين اللي هما كونوا الحضارة القرطاجينية. كيف على شمال إفريقيا أن يأخذوا الحكم من العرب؟ بالعمل نحقق الأمل، يد في اليد بالحق، أفوس أفوس، اليد في اليد أيها الأمازيغ. قبل أن يبدأ العرب كلاب اليهود والنصارى، نحن الأمازيغ نحب الله ويحبنا، احنا نحب أكوش. حرك الريف احنا معاه، والزفزافي نحن معاه، ويحيى الريف ويحيى الزفزافي ويحيى كل مناضل أمازيغي. المهم ما نزيدش نطول أكثر على خطر الوقت انتهى إخواتي الأعزاء، والأسئلة كثيرة وما نجمش نجاوب على كل الأسئلة. المهم تنمير على الحضور متاعكم، وشكرا شكرا 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 لكم. تنميرت، تحية أمازيغية، أزول ولن نزول، أزول ولن نزول، تحية أمازيغية، الأرض، الإنسان، اللغة، واللغة الدارجة هي دارجة أمازيغية كما قلت لكم التونسية. أهلا وسهلا بكم الكل، وموعدنا الأسبوع القادم كما هو العادة، وما تتقطع الناش عادة، وأهلا بأهل الريف العظام، أهلا بأهل سوس، أهلا بجبال الأطلس كل، أهلا بالجبالة، أهلا بكل المغاربة، أهلا بكل الجزيرية، أهلا بالشاوية، أهلا بالشناوة، أهلا بالمعنتها القبائل، أهلا بالطوارق، الصحراء، غردايا، تونس، زوارة، كل ليبيا، التبو، كل أمازيغ شمال إفريقيا، جزر الكناري، سيوة، أزول ولن نزول، تحية عطرة حتى نحرر شمال إفريقيا. وأزول بني مزاب، طبعا بني مزاب، أزول بني مزاب، طبعا ما ننساو حتى إنسان، واللي ننساوه ذكرونا ونذكروا اسمه. مع السلامة وتنميرت للجميع.